لا تكون إلى معرفة معاني كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من جهة النقل. ولما كان الأمر كذلك تعين أن نعلم حال الرواة الناقلين. الناقلين بالسند المتصل لما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما ينقله عنه صحابته الكرام رضي الله عنهم، حتى نعلم السقيم من الضعيف أو السقيم من الصحيح، ونعلم الثقة من غير الثقة، فنقبل كلام الأول ونطرح كلام الثاني. وهذا كما قلت قبل ذلك مما اختصت به هذه الأمة المحمدية من اتصال السند و يعني أصبح هذا الأمر مختصا بهم إلى يومنا هذا، ولا توجد أمة من الأمم فعلت كما فعل المسلمون من اتصال سندهم إلى نبيهم حتى وقتنا الحالي. والمتكلمون في الجرح والتعديل كان يعني هذا الأمر بدأ مع عصر التابعين، فنجد الشعبي والمسيرين وغيرهما يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا، ولكن أول من دون كلامه في الجرح والتعديل هو يحيى بن سعيد القطان، أول من دون كلامه في الجرح والتعديل. والمتكلمون في الجرح والتعديل والمصنفون فيه على أقسام، منهم من يجمع الثقات مع الضعفاء ويتكلم عنهم في كتاب واحد مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وغيرهم. هؤلاء يجمعون الثقات مع الضعفاء في مكان واحد ويتكلمون فيهم. وهناك كتب صنفت في الثقات فقط مثل الثقات لابن حبان والثقات للعجلي والثقات لابن شهيد وغيرهم. وهناك كتب صنفت في الضعفاء فقط مثل الكامل في الضعفاء لابن عدي والمجروحين لابن حبان والمجروحين للنسائي والضعفاء والمتروكين للذهبي أو الضعفاء والمجروحين للذهبي. يبقى في جماعة صنفت في الثقات وجماعة صنفت في الضعفاء وجماعة صنفوا يعني جمعا بين الاثنين. وهناك من تكلم على رجال كل كتاب على حدة كما فعل أبو مصر الكلباني في رجال البخاري، صنف كتاب اسمه رجال البخاري تكلم فيه عن رجال صحيح البخاري وابن منجويه عن صحيح مسلم وأبو علي الجياني عن سنن أبي داود
وعبد الغني المقدسي عن رجال الكتب الستة. فإذا المتكلمون في الرجال كانوا على أقسام عدة. وتكلم أيضا بعضهم عن ما إذا اختلف كلام الإمام في عدد من الرواة، فتجد أحدهم مثلا يتكلم على راوي فيصفه بالثقة عند حديث معين، ثم يتكلم عليه في حديث آخر فيصفه بالضعف. كما كان أحياناً يفعل يحيى بن معين، يسأل عن رجل في حديث فيوثقه، ويسأل عن نفس الرجل في حديث آخر فيضاعفه. فقال لك إن الثقة ليس كل ثقة يحتمل تفرده على كل حال، وربما كان الراوي ثقة ولكن في بعض الأحيان لا يحتمل تفرده ولا يقبل تفرده. ربما كان مثلا ضعيفا في شيخ معين ثقة في آخر، أو ضعيف مثلا في الشاميين ومقبول أو صحيح أو ثقة في المدنيين وهكذا. وكنت يعني سألت السيد عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى عن بعض الرواة يذكرهم ابن حبان في الثقات، وتجده يذكرهم أيضا في المجروحين. وغير ابن حبان أيضا يفعل هذا. فقال لي إذا علم أيهما أي التصنيفين صنف مؤخرا فهذا يكون ناسخا لذلك. يعني إذا علمنا أن الكتاب الفلاني هو آخر ما صنفه المصنف أو صنفه بعد الكتاب الذي نتكلم فيه بعكس ما قيل في الرواة، يبقى إيه؟ نأخذ بكلام آخر ما صنف المصنف. وقال لي أيضا أحيانا ينسى المصنف، يعني أحيانا يعني يتعرض له النسيان فينسى أن هذا الراوي قد وثقه فيضاعفه، أو ينسى أنه قد ضاعفه فيوثقه، أو الحاجة الثالثة اللي احنا قلناها إن هو يكون ثقة في بعض الرواة وضعيف في بعضهم. دي برضو من الحاجات المهمة عشان ما تتلخبطش لما تجد إن إمام بيتكلم عن راوي أحيانا بالتوثيق وأحيانا بالتضعيف. يعني هذه مقدمة في عجالة عن الجرح والتعديل. بالنسبة للأضابع الذي يضعفه الإمام مثلا ولكن في الصلاة أن يستشهد به أو يعترض بحديثه أو يعني يحتج بحديثه، هذا كيف يكون؟ يعني الصلاة المقدمة صلاة أو على تضعيف الإمام أم لا؟ هو ممكن يكون مضاعفه، ولكن هو لما مثلا صحح له حديثا اخر ربما صححه بمجموع الطرق. لا احتجاج، لا يبقى عند الاحتجاج يبقى ناخذ ما
يعني احتج به وليس قولا، وليس قولا، لأن هذا صنيعه الفعلي، ده الصنيع العملي التطبيقي. نعم، ولكن أليس القول أصرح في الدلالة عن السنة؟ هو ربما يكون القول أصرح في الدلالة، لكن يعني هو لما احتج به احتج به لأمر قد رآه ربما يعني تغير رأيه عن قوله، يعني هو يحكم على رأيه بأنه ضعيف. فيحكم على رأيه بأنه ضعيف ثم يأتي واحتج به في موضع آخر. إذا كان على سبيل الاحتجاج منفردا فربما هو قد تغير رأيه فيه. واضح؟ بالنسبة لثقة الإنجيل، هو ذكرت أن ثقة الإنجيل يتكلم على الثقة. نعم. وأنا وجدت في الإنجيل أن يعني الإمام الإنجيل هو يتكلم على الثقة وكذلك يتكلم على المسلمين في بعض الأحيان. في أحيان قليلة. حتى بعضهم قال اسم الكتاب نفسه اه ده صحيح، لكن هو اغلب من تكلم عنه في الكتاب الثقات. هو صنيع الثقات هكذا ربما يتكلم على الموجودين ولكن نسبتهم قليله على الثقات. يعني ده في بعض الكتب يعني ايه خاصه زي مثلا الثقات للهجر، لكن مثلا الثقات لابن حبان لا، كل من ذكره في هذا الكتاب فهو من الثقات، وكذلك ابن شاهين. لكن الثقات للعجلي يعني حتى كثير من العلماء ما ايه لا يحتجون به او لا يحتجون بما فيه. نعم، لأنه بيبقى متساهل في كثير من الأحيان. وحتى إن أظن الإمام الذهبي كان يعني يكثر يعني التشنيع عليه، حتى يعني في بعض المواضع يقول أما تدري ما يخرج من رأسك وأشياء من هذا القبيل، يعني إيه ألفاظ شديدة. فحتى نادر لما تلاقي واحد من الأئمة بيحتج بأن مثلا العجلي وثقه أو ضعفه، مع أنه كان إمام، كان إمام كبير وكل شيء، لكن ما كانوش بيحتجوا ب صانعه في الثقات من توثيق أو تضعيف. لا، فيما يخص كتاب الثقات للعجلي. هذا هو أفضل شيء، نقطة أخرى جيدة، وإن في عدم رعاية القواعد الإصلاحية، ماذا مستقبل يوم الصلاة؟ لا أدري، ربما يعني ربما كانت المصطلحات مش مستقرة على حده أو يعني شيء من هذا القبيل. لا يتوضر أن تعديل الوقت لا. الثالثة عشرة في ألفاظ الجرح والتعديل، وقد رتبها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وهو يعني من الكتب المهمة في هذا الباب. وفصل طبقات ألفاظهم فيها فأحسن وأجاد، وإحنا بننصح طلاب العلم إن هم يقرأوا المقدمة بتاعت ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فهي مقدمة مهمة جداً.
نعم حيث قال يا رفتار هو المقدمة قبل الترجمة المباني نعم أو يعني المجلد الأول المجلد الأول كل يوم حسن يعني أنا ما أتذكر يعني يقوم بمحاتي مذكر هكذا قال قديمة مغامرات يا مطاري ثم بدأ المباني ولم يفصل بشيء يعني هو من العلماء منهم ثم دخل في المال وأيضا هذا دخل في الطريقة لا لا هذا مش داخل في المقدمة أنا بتكلم على المقدمة التي يتكلم فيها عن علم الجرح والتعديل قبل تراجم الأئمة فهي يعني مهمة جدا فألفاظ التعديل مراتب ذكرها المصنف كابن الصلاح تبعا لابن أبي حاتم أربعة يعني شوف حتى ابن الصلاح تبع ابن أبي حاتم فيما قاله في كتابه الجرح والتعديل وجعلها الذهبي والعراقي خمسة وابن حجر وصفها ستة وهكذا وشيخ الإسلام ستة أعلاها بحسب ما ذكره المصنف ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عبد حافظ طبعا هو أعلى المراتب هو الصحابي دي أعلى مراتب الرواية أو أعلى مراتب الرواية الصحابي الصحابي ده أعلى مراتب الرواة لا أقصد يعني خارج الصحابي بقى اللي الخمسة أو الستة اللي هيذكرهم دول وطبعا برضو في مرتبة ولم يذكرها أيضا يعني حتى بعض الصحابي وهي يعني رتبة يعني لم أرى كثيرا من تعرض لها وهي أمير المؤمنين في الحديث أمير نعم الإمام البخاري استعمله في تاريخ الكبير استعملها في حق من؟ أنا خرجت في كتاب النكت اللي هو زرتشنا طبعاً في التاريخ ولكن أقول فيه شعبة شعبة هو شعبة أول من أطلق عليه فيما أعتقد هذا اللفظ في غير شعبة قال فيه البخاري شعبة شعبة كانت رئيسية عليه أمير المؤمنين طيب يعني هذه أيضا مرتبة لم تذكر هنا والأمير المؤمنين في الحديث دي رتبة تعلو رتبة الحافظ أو الحاكم ويشترط في من تقال فيه أن يكون إماما حافظا مبرزا في علم العلل وأن يكون له تصنيف أو أكثر من التصانيف المهمة وأن يتخرج عليه أئمة وحفاظ زي مثلا الإمام مالك إسحاق بن راهوية شعبة وآخر من أطلقت عليه هذه اللفظة هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى دي مرتبة أيضا مهمة اللي هو في درجة سنة التفضيل السيدي؟ لا أعلى كمان أعلى من سنة التفضيل؟
إنه زي ما بقول لك يكون طبعاً أوثق بالإضافة إلى الحفظ وحفظ المتون وكده، إنه يكون عنده مبرز في علم العلل، أن يكون له مصنف كبير أو مصنف مهم. يعني مثلاً ما نقول مالك بن أنس الموطأ، إن يكون تخرج عليه أئمة وحفاظ مهرة. فده ينطبق على الإمام مالك والإمام البخاري والدارقطني وإسحاق بن راهويه والحافظ بن حجر وغيره. طيب، ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ. الحافظ بقى اللي هو إيه؟ الحافظ ده قال لك إن هو يكون على الأقل يحفظ 20,000 حديث بأسانيدها ومتونها. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن هو يعرف طبقات الرواة ويعرف السقيم من الصحيح. والحفاظ دول على نوعين، نوع على طريقة المحدثين زي كده ايه الدارقطني، زي مثلا يحيى بن معين، زي الامام احمد، ونوع على طريقه الفقهاء زي الامام الطحاوي، الامام النووي، ابن تيميه. وفي نوع يجمع ما بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، زي ايه؟ سيدنا الإمام مالك مثلا، ناس. فيبقى دول ايه؟ ثلاث مراتب للحفاظ. لا مش فاهم تقول ايه تاني؟ أنا إمام أبو حنيفة. نعم. أنا حاولت أن أبحث عنه، يعني هل يكون في مراتب الحفاظ؟ لم أجد. ولا حتى في كتاب، هو أقل كتاب يعني ذكر أن الحفظة ابن رجب الحنبلي لم يذكر. لأن الإمام أبو حنيفة يعني كان مقلا من علم الحديث. ولكن طبعا هو في الفقه لا يبارى. زي ما الإمام الشافعي قال: الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. فالإمام حنيفة كان يعني إيه؟ يعني شغله الفقه عن إيه؟ عن الحديث. ده بالنسبة لإيه؟ للحافظ. طب في مرتبة أخرى اللي هي المحدث. ايه ده المحدث؟ قال لك ان هو، ودي اقل مرتبة من الحافظ. المحدث قال لك ان هو يكون حافظ الكتب الستة وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وموطأ الامام مالك والحميدي، ويحفظ ما يقرب من 1000 جزء حديثي. ده ايه المحدث؟ ايه يحفظهم كده حفظ يعني. وكان برضه سيدنا الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله كان يوصي بشيئين،
قال لك ايه، يا اما تقرا كده مسند الامام احمد كله، تقراه كده قرايه. ده بالنسبه لينا احنا يعني، الناس اللي هي إيه على قد حالها يعني، تقرا كده ايه مسند الامام احمد كم مره، او الجامع الصغير للسيوطي. فاذا قرات هذا او ذاك يعني يبقى كده انت مريت على معظم الأحاديث التي وردت في السنة. المعجم الصغير للسيوطي أو مسند الإمام أحمد. وطبعاً هو في أحاديث مثلاً في الكتب الستة لم ترد في المسند. فلو قريت بقى الإيه الكتب الستة مع المسند يبقى أنت كده يعني إيه؟ يعني حصلت قدر كبير من السنة. يبقى ايه هما دول الايه الحاجتين اللي تقراهم يعني في الزمن ده يعني. لكن طبعا المحدث بالتعريف الاصطلاحي اللي كانوا بيقولوه ده هو كان بيحفظ هذه الاحاديث، حفظها بالاسانيد، كتب الستة والمسند وسنن الدارقطني وسنن الدارمي والحميدي وألف جزء حديثي، يعني يحفظ بقى إيه الأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا كلها. لكن بقى لما يعني قصرت الهمة في هذه الأزمنة، فإيه تقرأ إيه كم حاجة اللي أنا قلت لك عليهم دول. أو عدل حافظ أو عدل ضابط. وأما المرتبة التي زادها الذهبي والعراقي فإنها أعلى من هذه، وهو ما كرر فيه أحد هذه الألفاظ المذكورة، إما بعينه كثقة ثقة، أو لا كثقة ثبت، أو ثقة حجة، أو ثقة حافظ. يبقى دي ايه المرتبة اللي أعلى من الثقة منفردا أو متقن على انفراده أو ايه ثبت على انفراده. والمرتبة التي زادها شيخ الإسلام أعلى من مرتبة التكرير، وهي الوصف بأفعل كأوثق الناس وأثبت الناس أو نحوه، كإليه المنتهى في التثبت. قلت ومنه لا أحد أثبت منه. وأيضا ومن مثل فلان، وفلان لا يسأل عنه. ودي زي اللي قالها سيدنا الإمام أحمد في مين؟ في إسحاق بن راهوية. قال إسحاق بن راهوية لا يسأل عنه ولكن نسأل عنه الناس. ولم أرى من ذكر هذه الثلاثة وهي في ألفاظهم. فالمرتبة التي ذكرها المصنف أعلى هي ثالثة في الحقيقة. يبقى كده أعلى المراتب اللي هي إيه؟ الوصف بأفعل، أوثق الناس، أثبت الناس، وهكذا. يبقى دي إيه الأولى. لو وجدت شيء آخر هنا مذكور ألم يرد لو أعلاها تبرر أو ملقي أو سد أو إلى آخره، وهذا لعله نقل من إمام الصلاة، إمام الصلاة لعله نقل إلى الحد. طيب ده اللي حصل فعلا. وأنا رجعت إلى الحد ومن الحد ما نسقط وقال ووجدت ألفاظ الجهل والتعليل على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن سبت، ولم يفصل بين المتقن والسبت في أول. هذه ما ألخصه يعني، لأن الإمام إذا بحد جعل
المرتبة الأولى من الإمام الذهبي والإمام العراقي، يعني بسبب الأفعال، يعني بتكرار نفسي، جعله بنفس المرتبة مع الفقه، أو يعني اللفظ المفرد. بحاتم. وذكر هذا ونسوا هذا. وقال: ووجدت ألفاظ في الجر والتعليل على المراتب شتى، وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن سرد فهو ممن يحتج بهذه. طيب هو هنا ما بيقولش إن دي مرتبة أعلى من هذه المرتبة، أو هو لا يرتب المراتب، ولكن هو بيذكر الألفاظ بس. على ما فهمنا من كلام من شرح إمام السيوطي، يعني كأنه قال على أن إمام أبي حاتم لم يذكر تكرار، ولم ينص على تكرار، بل نصه في كتابه، ولكن لم يرتبه على أن يكون هذا أعلاها، ثم بعد ذلك لفظ المفرد. لا هو إذا كان يعني أبي حاتم ذكر هذه اللفظة ثقة متقن، يبقى إيه هو كده. لا لا هذا هو رأيه التي قرأناها، هذا هو صار بالنسبة لقول أبي حاتم الرازي، هذا كان شيخ هذا ما تغلب عن ذلك، قال أبو حاتم يقول أن أعلى مرتبة هو ثقة أو متقن أو ثقة، ولكن برواية أو بين لا لا هو قال بأمر شيخ أحمد قال بأمر، ولكن هذا هو وجدته يعني. طيب وارد برضه إنه يكون المطبوع دوت يعني أخر النص كده، أخر النص اللي معنا وجدت ألفاظ جرح وتعليق على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن سبت فهو ممن يحتج بحديث. في كل من إمام العراقي نقل هذا أيضا في كتاب التبصرة، وقد وجدت ألفاظ في الجرح والتعليل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج به. بعدين مسألة تحتاج إلى مراجعة بقى المخطوط، شوف المخطوطة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هل ذكر فيها أو أم لا؟ للأسف يعني كتب دلوقتي بقت يعني عاملة زي التوراة المحرفة يعني. فيها زي المخطوط، يعني لما تجيب المخطوط وتقارنه بالمطبوع يعني حاجة مؤسفة يعني. يعني مثلا كتاب سنن النسائي اللي كان طبع قديما في دار الكتب العلمية زمان بقى ما كنا نعتمد عليه، كان الواحد ما يقعد يقرأ كده يجد فيه حاجات مش مظبوطة، بس هي موجودة في الكتاب قدامي هعمل ايه. بعد سنين لما بقى ايه بعض المكاتب العلمية اتوا بنسخ ومخطوطات سنن الكتب الستة ومنها سنن النسائي، وجدنا ان اللي موجود في الكتاب شيء واللي في الايه في المخطوطات شيء اخر، يعني سنن النسائي بالذات كان فيه من التحريفات ما الله به عليه. يعني الواحد برضو ما يغترش بان الكلام موجود في الكتاب الا اذا كان هذا الكتاب يعني فعلا محقق على اكثر من نسخه، والقائم على هذا التحقيق رجل عالم يعني يتقي الله عز وجل ويخشى الله، يبقى في الحاله دي نقول يبقى زي مثلا كتاب التدريب كده شيخنا الشيخ عوامه عملوا على اكثر من نسخه، فبتجد الألفاظ مضبوطة ومحررة فالإنسان يطمئن إليه. لكن غير كده تلاقي بقى حاجات بقى يعني، وأنا كما تلاحظون أن أنا في كثير من المواضع
ألاقي النسخة اللي معايا دي نسخة فيها أخطاء، وأقعد أصلحها من كتاب من النسخة بتاعة الشيخ عوام. فدي بقى محتاجة مراجعة. أخبر سعيد، أريد أن أعرف على هذا. نعم، هو كما قال الأخ، ووجدت أن قال الأخ الرازي، وجدت الفور في الجرم التعليل على مرات مشتة، وإذا أتينا الواحد يوم ثقة أو مدخل ثبت. قال ثقة أو مدخل ثبت. إذا مدخل وثبت شيء واحد. أنا عندما يدخل شيء كانوا يثبته أو يثبته ويثبته. الإدخال وثبت كلاهما يعني شيئا واحدا. ليس ما سمعت. لماذا؟ لأن الإمام السيد بس هو كرر. نعم، ماذا قال الإمام السيد يا سيدي؟ لا، والتكرار متى يكون؟ يقول مثلا ثقة ثبت، هذا يكون درجته أعلى من متقن ثبت. لماذا؟ لأن المتقن والثبت كلاهما شيء واحد، لا يوجد مزيد، المزيد يوجد فقط في ثقة لأنه فيه عدالة. متقن وثبت الحفظ فقط، لا يوجد فيه مزيد على الحفظ، ولكن في قولك ثقة ثبت في مزيد. ثقة مثبت في مزيد. طب ما ثقة ثقة ما هي واحد. نعم يا سيدي، فلماذا قال الإمام السيوطي قال وهو مذكور في أحد هذه الألفاظ المذكورة إما بعينه كثقة ثقة ثم قال أو لا كثقة ثبت ثم قال أو ثقة حجة أو ثقة حافظ، ولم يقل متقن ثبت أو لم يقل مثلا. نعم لا يقول هذا، لأن الثبت والإتقان يكونان في الحفظ ولا دخل لهما في العدالة. طيب يكونان شيئا واحدا. نعم يا سيدي. طيب ما هي برضو كأنه كلام النووي صحيح، هو زي ثقة 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 ما هي شيء واحد برضو، هو لم يضف شيء. لا يا سيدي، في زيادة في العدالة، في إنما يقول ثقة ثقة في زيادة في العدالة. لا، هو ثقة ثقة هو عد وضابط، فلما يكرر الثقة تاني لم يضف شيئا. هكذا أنا أفكر الله، وهذا الشيء أحمد نبأ عندما علق عليه لم يعكر على سميع الإمام. حتى الإمام السخاوي في كتاب الفقه المريث دخله هكذا، والشيخ قال نعم هذا هو تكرار أبي حاتم. نعم، بالمرتبة أن عدم التكرار هذا هو أعلى المراتب، وزاد عليه الذهبي وابن حجر أعلى منه ومزاد التطبيق. طيب هي بس محتاجة تراجع برضه إيه أكثر من هذا؟ أنا كما قال هو التكرار بعين اللفظ لا يكون إلا في كلمة ثقة. لا حسيت ما قال. لا 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 أقصد. لو لموت موت. لا 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 أقصد. لا أقصد. ثقة في زيادة العدالة. أنا قلت موت في ثقة في شيء واحد. هو لا. فقط. ككلمة بلغة الموت في موت. لا يوجد فيه عدالة. كيف ثقة؟ هو يقوم بطلب لا يوجد عدالة، ولكن ثقة المتقن في عدالة وفي زيادة. هو التكرار ممكن يأتي برضو بلفظ غير ثقة ثقة. لا، ولكن ليس أعلى من قولها ثقة متقن. طبعا هي ثقة المتقن أعلى من ثقة المتقن. هو أعلى ولا أعلى؟ يعني لو لا لا، عندما أقول مثلا، عندما أقول ثقة ثبت ثبت، ما هو أقوى؟ هذا المثال، أو أقوى ثقة ثبت، أيهما أقوى؟ ثبت ثبت. طيب يبقى كده إيه؟ إحنا هنستخلص من هذا الموجود قدامنا ده إن في ثلاث مراتب: التعبير بالأفعل، التفضيل، ثم التكرار، ثم الانفراد. يبقى دي ايه ثلاث مراتب. تكرار بصيغة لا تنبئ غيره او غيرها، غير المعنى الذي تحتويه هذه الصيغة. يعني مثل قيمة ثبت. قيمة ثبت. وفي تكرار لكن لا يوجد فيه مزيد. نعم. هذا لا أقدمه على الثانية. من المراتب وهي رابعة بحسب ما ذكرناه: صدوق أو محله الصدق. طبعا محله الصدق دي
الذهبي وابن أبي حاتم لم يجعلاها في هذه المرتبة بل أخراها، قالوا إن هناك فرق بين صدوق ومحله الصدق. صدوق هي صيغة مبالغة، فعول يعني مبالغة في الصدق، أما محله الصدق فهي أدنى من قولهم صدوق. أو لا بأس به. زاد العراقي أو مأمون أو خيار أو ليس به بأس، كل ده في مرتبة واحدة. قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه ذلك هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. طيب، يبقى المراتب الثلاثة الأولى دي اللي احنا ذكرناها، هذه المراتب أصحابها يحتج بحديثه وحديثه يكون صحيحا. طيب، المرتبة بقى الرابعة اللي هي صدوق وإلى آخره، يكتب حديثه وينظر فيه. يعني كلام ده يعني لا يحتج بهم على انفراد، يعني لما واحد يقال فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو شيء من هذه الألفاظ، لما ينفرد بحديث لا يقبل انفراد. طب نعمل إيه يعني؟ نرمي الحديث ده يعني؟ لا، نكتبه وننتظر يمكن يأتي له متابع أو شاهد يقويه، فإذا جاء هذا المتابع أو الشاهد أو قواه ممن هو مثله يبقى في الحالة دي الحديث هيتقوى. أقصد لذلك يا سيدي، كان هناك 7 مرات وخمسة يدخل فيها صويلح. مين قال الصدوق حديثه حسن لذاته؟ هو الاستلام. نعم هناك تفصيل في مسألة الصدوق، هو يعني نعم الإمام الذهبي قرر هذا في المقدمة وأطول في نفسه. أردت اللي بتقوله. نعم يا سيدي، ولكن على ما استقر عليه الاصطلاح، إنما أطلق عليه الصدوق على الرابط، فغالبا يتطرق لهم يعني. ربما كان صدوقا وليس ضابطا، هتحسن حديثه؟ لا يا سيدي، في أصل الصدوق في ضبطه خلل شيء يعني، نعم ليس خلل كبير، خلل قليل يعني. بمجرد أن يقال فيه صدوق. هو لم يتعرض إلى الحفظ والإتقان، هو يتكلم عن الصدق، هو في ذاته صدوق، ولكن ننظر بقى في أحاديثه من ناحية الضبط والإتقان. إذا يا سيدي، أين إذا لم يكن هذا الصدوق، ذلك الصدوق الذي اعتبروه في سندات، أين الصدوق الذي يعتبر بعد مرتبة الثقة؟ لأن لو قلنا الثقة هو صدوق فلا يجتمعان. نعم. اللي هو حديثه حسن لذاته هو الصدوق الذي يعني خف ضبطه، وهذا هو
أحيانا يكون هو المقصود وأحيانا لا يكون مقصودا. أحيانا يكون المقصود فعلا الصدوق الذي خفضت، وأحيانا يكون صدوقا ولكن يعني في ضبطه كلام، يبقى في هذه الحالة لا يكون حديثه حسنا لذاته. وليس مطلقا. هذه المرتبة الرابعة يعني الغالب على حديث رواتها أنه حسن الغالب، لكن ممكن يأتي برضو في بعض الأحيان ولا يكون حسن. يعني هو بيتكلم على الحسن لذاته. قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه ذلك هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. طب هو الحديث حسن لذاته بيكتب حديثه وينظر فيه؟ لا يقبل. يقبل مطلقا. انت اللي بتقول تأخرت على الأيام لما دخلت. فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين، يعني لا يحتج به على انفراده، بل لابد أن يعضده من هو مثله. في أوائل على ما تقدم في أوائل هذا النوع. وعن يحيى بن معين أنه قال لأبي خيثمة وقد قال له: إنك تقول فلان ليس به بأس، فلان ضعيف. إذا قلت لك لا بأس به فهو ثقة. والعبارة دي دايما يعني أو كثيرا ما يستعملها يحيى بن معين، يقول لا بأس به. إذا قلت لك لا بأس به فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا يكتب حديثه. فأشعر باستواء اللفظين. إيه هما اللفظين ده؟ الثقة ولا بأس به. كان هو أدخل الحسن في الثقة ولم يقسم حتى ثلاثة أقسام، إلى صحيح والحسن والضعيف. لا، هو ابن حبان عنده لا بأس به أدنى من مرتبة الثقة، لكن هو حديثه صحيح، لكنه من ناحية المرتبة أدنى من قوله ثقة. وإلا لما كان عدل عن ثقة إلى هذا القول. يعني إيه اللي يخلي يحيى بن معين يقول لا بأس به؟ طب ما يقول ثقة. عند يحيى بن معين إن لا بأس به أقل مرتبة من الثقة. كأنه
لا يعني ايه هو يعني هو لم يصل الى الدرجه اللي يستطيع ان هو يقول عنه انه ثقه. هو ممكن يكون برضو يعني عدل وضابط وكل شيء، لكن لم يصل الى مرتبه الثقه عند يحيى بن معين. لا هما واحد. قال ابن الصلاح: وهذا ليس فيه حكاية عن غيره من أهل الحديث، بل نسبه إلى نفسه خاصة. يعني ابن معين يعني ما بيقولش إن هذا معناه عند أهل الحديث، لا ده بيقول ده عندنا معناه كده. ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. ماشي. قال العراقي: ولم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التسوير، إنما قال: إن من قال فيه هذا فهو ثقة. وللثقة مراتب. مثلا الثقة عنده مراتب، أدناها لا بأس به أو ليس به بأس. فالتعبير بثقة أرفع من التعبير بلا بأس به، وإن اشترك في مطلق الثقة. ويدل على ذلك أن ابن مهدي قال: حدثنا أبو خلدة فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا. الثقة شعبة وسفيان، وفي رواية: الثقة شعبة ومسعر. وحكى المروزي قال: سألت ابن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: تدري ما الثقة؟ إنما الثقة يحيى بن سعيد القطان. يعني ايه برضه هو عايز يقول في النهاية إن الثقات دول على مراتب، ليس كل الثقات على مرتبة واحدة. خد بالك. تنبيه: جعل الذهبي قولهم محله الصدق مؤخرا عن قولهم صدوق إلى المرتبة التي تليها، وتبعه العراقي لأن صدوقا مبالغة في الصدق، الكلام اللي احنا ايه قلناه، بخلاف محله الصدق فإنه دال على أن صاحبها محل ومرتبته مطلق الصدق. ماشي. من؟ نفس الكلام هنقوله تاني؟ لا فقط اريد يعني حكما عاما يعني حتى الحسن لذاته اذا كان صدوقا. الحسن مطلقا يعني ايه مطلقا؟ حسن انا ممكن ممكن يبقى حسن لغيره. اصلا نعم، وممكن ايضا يكون حسن لذاته، لكن ان احنا نقول ان الصدوق حديثه حسن كده مطلقا، يعني لما نقول حديثه حسن هيتبادر الى الذهن ايه؟ انه حسن لذاته. ف
فنقول ان الصدوق حديثه حسن مطلقا كده؟ لا، بل ينبغي ان يكتب الحديث وينظر بقى هل هو موافق للثقات ولا مخالف ولا شيء، ندور بقى. وهذا هو معنى الاعتبار. يقول لك يكتب حديثه، ينظر فيه، يعتبر. هذه كلها معاني تدور حول ان احنا بنجمع بقى الطرق والروايات ونشوف هل هو موافق ولا مخالف، ولا في شاهد ليه متابع ولا لا. مش مجرد كده نقبله مطلقا يعني. لو البخاري سمعك كان عمل معاك حاجات وحشة. البخاري انت عايز بقى كل اللي قيل فيه صدوق ده تقول عنه ان هو حسن الحديث لذاته؟ البخاري كان ما بيقبلش الحديث الا اذا التقوا وشافوا بعض وروع عن بعض وانه يكون ثقة بس هو اصل بيبقى احاديث الباب اللي هي في الترجمه اللي بيحتج بيها. بالك ولا؟ طب ما هو اورد في التاريخ احاديث برضه، وفي الادب المفرد احاديث ليست على شرط الصحيح. الأحاديث التي في التاريخ. وأورد حديثا في ذلك. وقال في التاريخ، أورد هذا الراوي في كتاب التاريخ وثبت له عنه لقومه. ومعنى إن يوجد لازم هيوجد أحاديث في التاريخ على شرط الصحيح، لكن هل معناه إن كل أحاديث التاريخ الكبير على شرط الصحيح؟ نعم، هو ابن حجر قال هذا؟ راجح. لا، محتاجة مراجعة. الشيخ ربيع أصلا أكهر عليه في مثال، قال هذا المثال فيه أصلا إشكال، ولكن هو لم يؤكد على التقرير. أعتبره قال تقرير صائب حديث التاريخ الكبير. هو أصلا اختلف في هذا الإمام البخاري اشتهر فارغ النسائي بموضوع اليوم. لقد شغلت الشهور. فهل اشترط فيه؟ اختلف فيه هل هو اشترط نفس الشرط الذي هو اصلا الامام مسلم زمر على من اشترط بالشرط. فقول هل هو بخاري ام لا؟ خلاف. هو المقصود في البخاري ولا علي بن أبي طالب؟ وبعضهم قال إن هو المقصود في البخاري، بس كان قبل ما يلتقي بالإمام مسلم كان يقصد البخاري قبل ما يلتقي به، ولكن بعد أن التقى به ويعني أقر له بعلمه وفضله. وبالتالي ابن حجر ذكر هذا الموضوع في باب نسيت الإعضال في باب المعضل، إنما تحدث عن قولي عن وقال عن هذا الدم. فإنه حجر قال ما الذي جرى لبرم الصلاة
أنا ولا كان عندنا في باب المعضل أولا يقول فيه فلا كان رأي الباب المخارج وقال فيه أنه اشترطت في باقي مصار مؤلفات ليس فقط في باب مؤلفات على الشرع كده في الفتح في النكت أصل الكلام اللي انت بتقوله ده يعني يتعارض مع المنطق ليه؟ هو الأئمة لم يذكروا مزية إلا للصحيحين وإلا كان التاريخ الكبير دخل معاهم والأدب المفرد دخل معاهم طب اشمعنى قال هو الصحيح فقط؟ يعني عايز أفهم بس يعني أريد أن أفهم ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الإفهام أنا بحب أفهم أول يعني تفهمني أتبسط فهو لما هو كده اشترط كل هذا في مصنفاته مش معنى البخاري الصحيح بس هما اللي اتكلموا عليه اللي ايه مزية طب وما قالوش ليه التاريخ الكبير ما قالوش ليه الادب المفرد انا والله انا لا فقط طبعا يعني حتى لو سيدنا ابن حجر قال كده برضو يعني ما برضو بقى عايز افهم برضو وقفنا في الثالثة من المراتب وهي خامسة بحسب ما ذكرنا شيخ شيخ دي بقى حافظ المزي قال الحافظ ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه هذا الشرط يعني لا في أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوة بل هذا شرط في أصل الصحة فقد أكثر تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي ثم نقل من الرسالة الشافعي كلامه ومن ثم هذا هو كان يقول محمد والله أكثر قال ادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه لا في اصل الصحه نشرت اللقاء واخطا في هذه الدعوه او الدعوه بل هذا شرط في اصل الصحه وقد اكثر تعليل الاحاديث في تاريخه بمجرد ذلك وهذا المذهب هو محتوى كلام الشافعي طيب كلام واضح كلام واضح هو بيقول ايه ان هو اشترط ذلك في اصل الصح عنده لكن هو لم يقل ان كل الاحاديث اللي في التاريخ الكبير يشترط فيها هذا لا بدليل حتى أنه يقول إيه وعلل كثيراً من الأحاديث في التاريخ الكبير بهذا لا أنا خسرت طبي مع ما إن في أحاديث في التاريخ الكبير ليست على هذا الشرط وهو عللها نعم لماذا؟ لأنها ليست على هذا الشرط طيب إذن الأحاديث اللي في التاريخ الكبير مش على شرط الصحيح صح ولا غلط؟ لا قولك صحيح ولكن لا أقصد يا سيدي أن الشرط الذي اشترطه يا سيدي في الصحيح هو الذي اشترطه في التاريخ الكبير لا هو الذي اشترطه في أصل كل حديث صحيح عنده كونه بقى أن هو يذكره في التاريخ أو في الأدب المفرد أو شيء من هذه المؤلفات مش معناه ان الاحاديث دي كلها نعم على شرط الصحه لا ليس قصدت ايه قصدت انه مش شرط عنده
أنت قلت شرط في كتبه. نعم سيد. إذا في كتبه يا سيد هو يعني علم الأحاديث. لماذا علمها؟ لأننا توجد فيها شريطة اللقاء، لهذا علمها. إذا هو شرط عنده. شرط عنده في أصل الصحة. نعم سيد. وليس في جميع مصنفاته. واضح؟ نعم أنت قلت في الأول أن هو ده شرط في جميع مصنفاته. صحيح ولا انا؟ لا بس هناك معارضه بين القوانين يا سيدي. اه طبعا. من جهه ان الاحاديث التي علّلت نعم، لماذا؟ لانها لم تنطبق على شرطه الذي اشترطه. نعم. يبقى اذا هناك احاديث ذكرها في باقي الكتب ليست على شرط صحته. يعني واضح المفهوم. لكن انت الكلام اللي انت قلته الاول ايه؟ انه اشترط يعني او الاحاديث التي في باقي مصنفاته هي على شرط الصحيح. لا غلط. انا غلط. هذا ما فهمته به. لا ألم تفهم هذا ولا فهمت كذلك؟ نعم نعم. ولكن يا سيدي أنا لم أقصد هذا. أنا قصدت يا سيدي أن هذا الشرط عنده في كل المؤلفات، لأنه يعني في ماذا في المؤلفات؟ يعني في كل حديث صحيح شرط في الصحة عنده. هذا ما قصدت. لكن ليس في كل كتبه اللي اشترط فيها هذا في الصحيح فقط، أما في باقي الكتب يعني لا. وإلا بأنك بتجد أحاديث ضعيفة في التاريخ الكبير وفي الأدب المفرد. لا يوجد فيه شريطة. بالظبط. يبقى إيه؟ كلام الحافظ إحنا كده قلنا بقى إيه؟ تدخلنا في قصة يعني صعبة. نعترض بقى على الحافظ وبتاعه، ما ينفعش الكلام ده يعني. شيخ الحافظ المزي قال ايه؟ ان الشيخ دي معناها ان لا يترك حديثه، ولكن لا يحتج به مستقلا. ابن القطان بقى قال ما هو اصعب من هذا، قال الشيخ دي معناها أنه ليس من طلبة العلم، ليس من طلبة العلم، وإنما هو رجل اتفقت روايته للحديث. راوية ولكن ليس من طلاب العلم، يعني الإيه؟ الحريصين على الرواية والسماع وهكذا. شيخ يعني دخل أكثر من مرة في فوجد الشيخ أو الإمام قاعد بيحدث، فقعد وسمع يعني حتى عن غير قصد منه، جاد كده يعني معاه. طيب قال ابن أبي حاتم: فيكتب حديثه وينظر فيه. وزاد العراقي في هذه المرتبة مع قوله محله الصدق، زاد إيه بقى؟ إلى الصدق ما هو شيخ وسط مكرر، يعني إيه هي كده في النسخ، ولعلها مكثر، لعلها إيه مكثر من الرواية يعني. جيد الحديث، حسن الحديث. هو يعني هو مثلا ممكن يكون مكثر
يعني له روايات كثيرة ولكن لا يعلم حاله. جيد الحديث، حسن الحديث. طيب، جيد الحديث وحسن الحديث دي معناه إن لما تلاقي راوي في إسناد قيل فيه أن هذا الراوي جيد الحديث أو حسن الحديث، يبقى الإسناد ده جيد أو الإسناد ده حسن. كثير من المشتغلين بالتخريج والكلام ده بإيه؟ بيظن هذا، ويحكم على الحديث بالحسن أو بالجودة لأن فيه راوي قيل فيه أنه جيد أو حسن الحديث، فيروح أي إيه تخريج الحديث، هذا إسناده جيد أو هذا إسناده حسن. لا، هي مش معناها كده، معناها أن روايته وسوقه للحديث رواية حسنة وسوق حسن، أداؤه أداء حسن، وإلا مش هيبقى في المرتبة الخامسة. إزاي يبقى جيد الحديث أو حديث إسناده جيد والراوي في المرتبة الخامسة من مراتب الإيه؟ التعديل. لأن جيد دي يعني مقاربة لكلمة حسن، فإن يقال هذا إسناد جيد عشان في إسناد واحد راوي قيل فيه جيد الحديث أو حسن الحديث، لا، ده مش معناه. وزاد شيخ الإسلام، زاد بقى فين؟ في التقريب. صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام. خد بالك. طيب، صدوق برضو يهم وصدوق له أوهام مش معناه إن الحديث بتاعه ضعيف، ليس معناه إن حديثه ضعيف، دي برضو من الأخطاء اللي بيقع فيها طلبة العلم. يجد إيه؟ إسناد فيه راوي قيل فيه صدوق يهم أو صدوق له أوهام، يقول إيه؟ رازع الحكم على طول، ضعيف، حديث ضعيف. ده صدوق يهم أو له أوهام يعني أخطأ في بعض الأحاديث. طب ربما يكون هذا الحديث من الأحاديث التي لم يخطئ فيه، فيحتاج أيضا الإسناد إلى دراسة، نشوف هذه الرواية موافقة لما يرويه الثقات أو غيره من هو مثله وفي طبقته أم لا. طيب، لا، ما وجدناش حاجة وجدناه متفردا بها، ده يبقى إيه؟ استنى نشوف لغاية ما ننظر هل هناك موافق له أم لا. صدوق تغير بآخره، يعني هو جه في آخر حياته وإيه؟ الحفظ بتاعه تغير، الضبط بتاعه قل كتير، يبقى في الحالة دي إيه؟ نتجنب ما روي عنه في آخر حياته، وما روي في أول حياته إيه؟ نأخذ به. قال ويلحق بذلك من رمي بنوع بدعة،
كالتشيع والقدم والنصب والإرجاء والتجاوب. إلا أن يكون طبعاً من الثقات الذين يرون ما لا يوافق بدعتهم، وإلا ما هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين في إسنادها أو رواتها من اللي من الشيعة أو من الخوارج. نعم. ولكنهم ثقات لا يستحلون الكذب، لا يروون ما يوافق بدعتهم. وانا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده. طبعا برضو ايه الشيء بالشيء يذكر برضو احد اخواننا محدث العصر قال لك ان الراوي الثقة يقبل، اللي هو المتهم ببدعة يقبل حديثه ولو كان موافقا لبدعته. وهذا هو الراجح وما عليه مش عارف مين، وضرب مثال يعني ايه. هذا المثال ليس فيه مناصرة الراوي لبدعته ولا شيء، وطبعا بيحتج ان المثال ده في الصحيح. فبيقول ان هو حديث والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، حديث سيدنا علي، قلت قبل كده ذكرت أنا الحديث ده. المهم يعني هذا الحديث فيه إيه؟ تفضيل لسيدنا الإمام علي، أو فيه ذكر لمنقبة من مناقب سيدنا الإمام علي. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فأحد الرواة في هذا، هو في صحيح مسلم، أحد رواة هذا الحديث متهم بالتشيع، فاستنتج منها قاعدة، يعني هو اللي طلع بقاعدة لوحده، قال لك إن المتهم ببدعة إذا كان ثقة يقبل حديثه ولو كان موافقا لبدعته. طب هو الحديث ده في إيه اللي موافق للبدعة؟ ده فضل سيدنا علي، ورواه أهل السنة، يعني أهل السنة رووا فضائل كثيرة لسيدنا الإمام علي. الإمام النسائي مؤلف فيه مصنف لوحده خصائص الإمام علي. فالراوي هذا المتهم بالتشيع روى هذا الحديث. طب وإيه المشكلة في كده يعني؟ هو الحديث بيقول إن سيدنا علي أفضل من أبو بكر وعمر، ولا بيفضلهم على أبي بكر وعمر؟ لا، ما قالش كده. فمنين بقى أنت جبت إن الراوي المتهم ببدعة إذا كان ثقة تقبل روايته ولو وافقت بدعته؟ جبت الكلام ده منين؟ الحديث ما فيش كده أصلا. احنا بنقبل حديث من رمي بالبدعة إذا كان ثقة ولم يوافق ما رواه بدعته. يبقى شرطين،
ان يكون ثقه، وان الروايه اللي يرويها دي لا توافق ايه البدعه اللي هو بيدعو اليها. يبقى في الحاله دي بنقدر روايته زي ما ايه في كثير من الاحاديث الصحيحه.